مساء الخير. أجرت الصين أول اختبار لطائرة من دون طيار بتسعى من خلالها إلى محاربة التلوث بالبلاد، وأكد رئيس الوزراء الصيني أنه بلاده رح تعلن الحرب على التلوث بوقت أصبحت في البيئة إحدى أولويات بكين الرئيسية، وسط قلق عام من انتشار الضباب والدخان بالمدن والتلوث الصناعي الواسع الانتشار للأراضي الزراعية. بالعودة لطقسنا أسبوع جديد انطلق اليوم بعودة الأجواء الشتوية المتقلبة بسبب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة ببعض الأوقات وتساقط ثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة، ورح يستمر لآخر الأسبوع. الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأحيان والرطوبة مرتفعة، البحر مائج وحرارة مياهه 18 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة، وممكن نشهد تساقط ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. لبكرة طقسنا غائم مع أمطار محلية وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق واستقرار بدرجات الحرارة، وبتقوى الأمطار ليلاً مع احتمال حدوث بعض العواصف الرعدية. مجموع المتساقطات من أيلول حتى اليوم عم بتسجل 328، السنة الماضية 823، والمعدل عام 689 مليمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 6 بالبقاع 4 والأرز 2 تحت الصفر، ومنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية. خلينا نشوف: 6 بالقبيات، طرابلس 17، جبال 17، برمانة 15، بيروت 24، بيت الدين 16، صيدا 18 درجة، صور 17، بنت جبال 13، نبطية 12، رشية 12، زحل 12، بعلبك 14، الأرز 4، والهرميل 17. رطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 12 درجة أقصاها 24، نهار الثلاثة بتتراوح بين 12 و24 مثل التنين، والأربعة بين 13 و23، ودايما في هطول للأمطار والطقس عم بيكون غائم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 16، دمشق 18، والدوحة 29، الرباط 19، ونواكشوت 25، باريس 17، ولندن 14. هيدا كان كل شي. باي.